مرحبا نرمين ومرحبا بالساده المستمعين. باهي، قبل الاخبار بدقيقه قلنا لهم نكملوا كل الجزء الثاني قصه عبد العزيز العروي، تعمل خير تلقى خير، خير وسبق الخير. حتىك شي وقت اللي يعطى البنيه اللي بنت السلطان الحم ورجعت لعقلها. ورجعت لعقلها، باهي. مازلت حاجه اخرى دبوست ال اي هم شو كملوا هاي؟ نفهم شنو حكايتها هذيك. هاي يا سيدي، ما هو قلنا مشى لدار السلطان والسلطان حطه في الامر الواقع، قالوا كان داويت لي بنتي ورجعت لعقلها انا نجازيك، واذا كان ما داويتهاش وتعمل كيما طب الاخرين تكشفتوا على بنتي ما غير مداويها، اك الشرافه اللي قدامك هذيك نعلق لك عنقك فيها. قالوا انا يا سيدي السلطان كي كتب لي ربي بالعمر لا انت ولا 10 سلاطين كيفك باش نقصوا لي نهار من عمري. اي سيدي مشى البنيه حلك الحكايه كانت الحم، اعطاها طريف الاول اعطاها طريف الثاني، الطفله رجع لها شاهد العقل وقالت يقتل من قتلني ويحيي من احياني. واول ما حاجه قالت وين بابا؟ جا ابوها حملها وباسها، ولا هي تبكي من هنا هو يبكي من هنا. يا سيدي قالوا تويكا باش نزجيك على اللي داويت لي بنتي، مش نعطيك بنتي تولي نسيب السلطان. قالوا لا يا سيدي السلطان، انا يا سيدي ماني الا صانع نتاع الطبيب، والطبيب اللي طيب طريفه الحم ضمة اطون نجيبه لك. هيا قالوا من غدوه جيبه لي. جاء من غدوه جابوا سعلي وقف قدام السلطان، قالوا انا تويكا مش الجزيك اللي داويت لي بنتي بهالحيمه ضمة، اش نعطيك بنتي وشو اللي نسيبي؟ قال والله باك سيدي السلطان، ولكن على شرط راني من عقس كان في بلادنا. قالوا يا خويا شرطك مقبول. وصلنا لهنا. يا سيدي عباوك الكاليس بالذهوبات وبالهدايا وبالدنيا الكل وبعثوها للبلاد نتاعو، وبعد خلط سي علي وعبد الله والسلطان والحاشية الكل وخوصلوا للبلاد نتاعو، عملوا له 7 أيام وسبعة ليالي عرس. يا سيدي تهنوا عليه ولا علي نسيب السلطان. ولا السلطان. ايوه. اش مازال ديك الدبيبسه اللي فيها الدم تاع الكلب. جا سي عبد الله خذا حفنة في يده وحطها على عينين بو علي، مو قلنا ولا ضيق من الاول، رجع له البصر نتاعه. سبحان الله. مالا. اي يا سيدي وعاش وكل الاخوه واكثر من الاخوه، ولا ما عادش كما نقولوا احنا نسيب السلطان باش تخلى لصاحبه، ولا له اكثر من خو. اي يا سيدي جاء عبد الله لعلي قالوا يا علي تو انت ناب عليك ربي وليت نسيب السلطان وحل قدامك بالعريض، اش قولك وكان نمشيو توا موسم وعشورة نمشيو للجبانة نعطيو شوية هدايا ونعطيو شوية صدقة للفقراء؟ قالوا ايش بيا علاش لا؟ الله يبارك. هزوا كيما نقولوا احنا كنستو ام عبي بالهدايا وبالفلوس والزوالي تعدى قدامه وفقي قدامهم يعطيه وشايخ عليه وكل شيء. امشيوا في الجبانة بالصرحة بالصرحة، سي علي عبد الله يقف قدام قبر محلول. قالوا يا علي راني شاهي حاجه. قالوا شنو يا عبد الله؟ قالوا نحب نطلق فيك القبر. عجب. قالوا شنو الحكايه؟ شنو نطلق في القبر؟ تيزم تفديك توا، اذا تفديك تفديك فيه توا بربي عبد الله توا وخيان واصحابه ما تفديك هذا ما انتقوش. قالوا بربي شهوه، والله شهوه. قالوا نحب نطلق في القبر هذايا ونعم بروحي كني ميت. قالوا باقي يا خويا جاتك في الشهوه هذه باقاها في القبر. اهبط سي عبد الله القبر اتتلق فيك الوحده. قالوا توا وفات قصتي معاك يا علي. قالوا كيفاش؟ قالوا تتذكرش اك الجنازه وانت متعدي هزيت على كتفك؟ قالوا ايه؟ قالوا تتذكرش كراجل عيط تعيطه وقال على فلوسي؟ قالوا ايه؟ قالوا كل الميت هذاك هو انا. قالوا عجب. قالوا ايه نعم هذاك هو انا الميت، وربي نفخ في صورتي وجيت معاك وهزت الحمام وهزت لداركم وفطرت بحذاكم وخدمتني وما خليت ما عملت معايا، تويكا انا حبيت ارجع لك اللي عملته معايا الكل، وتويكا وفيت قصتي معاك ورجعت ميت، وانت طبقت وصيه بوك وقلت اعمل خير تلقى الخير، وان شاء الله عجبتكم هالحكايه هذيا. ملا حكايه سي عز الدين. مالا. ملا حكايه، النهايه ما كنتش نتوقعها الحقيقه، ما كنتش نتصورها معناها. مشوقه جدا وبالحق تعمل الخير
تلقى الخير افكتيفلي. واحنا الحكايات نتاع العقبي راهم ما هم الا عبر، ما هم الا حكم، واحنا نعيش فيهم. والانسان اللي يعمل الخير في الدنيا يلقاه في الدنيا ويلقاه في الدنيا الاخرى ان شاء الله. فوالا، اعمل الخير تلقى الخير، هذه جمله موجهه لكل مستمع فينا. مشكور جدا سي عز الدين نعناع ولا سي عبد العزيز العروي. يلا نقولوا احنا عز الدين نعناع لابس الشاشيه نتاع العروي. يعطيك الصحه، الجمعه الجايه ترجع لنا بطبيعه بحكايه من حكايات عبد العزيز العروي، تنجموا ترجعوا لها تلقاوها كامله على الفيسبوك راديو كابا فيم. مازلنا معكم حتى الستة نتاع العشيه.